السلام عليكم شباب، معكم هيرو، رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو اذكر الله يا جماعة الخير. طبعا اليوم رجعت لكم فيديو جديد واستراتيجية جديدة يمكن انتم اول مرة بتعرفوها او ولا مرة مجربينها. طبعا الاستراتيجية عبارة عن كلها بالآلية سترايكر المصفحة. هاي الآلية اللي يمكن كتار منكم فاتحينها بس بعدها مش مجربينها. خلينا شوي نشوف عن هالآلية. عندنا السرعة 120، المدى 170، السعة 75، والحد الأعلى لكل فرقة 3، الضرر بالثانية 1052، نقاط الحياة 10000. خلينا شوي نقارنها مع الهامفي. عند الهامفي مستوى 6، أنا مثل ما شايفين نفس الشيء، السرعة والمدى. الساعة هوني كانت 75، هون 50، الحد الأعلى لكل فرقة هون 5، هونيك 3. كيف يعني؟ يعني شايفين بكل خانة أنا عندي بس في حط 3، بينما الهانفي في حط 5. ضرر للهانفي 695 بالثانية، أو نقاط الحياة 7000. طبعا هونيك كان الضرر 1000 ونقاط الحياة كان 10000. ومثل ما شايفين عندي الهامفي أنا هون مستوى 1 وكمان مركب له قطع، ولكن السترايكر الهامفي عفوا هونيك مستوى 6 ومركب له قطع، هون أنا السترايكر عندي مستوى 1 ومش مركب له قطع أبدا. طبعا قبل ما تروحوا تعملوا مثل هالاستراتيجية أنا بنصحكم نصيحة، ما تجربوا تعملوا بناء للآليات لاستراكر مصفحة مثلي أنا، وتجهزوا جيشكم كله وتعملوا استراتيجية منها قبل ما تطوروها مستوى 3 و4 وتجيبوا ال ال أو تركبوا عليها القطع، لأنه حتكلفكم مثل أنا حاليا مثل وضعي، حتكلفكم نفط كتير بإعادة الإصلاح، وكلنا بنعرف أنه النفط هو مورد نادر بعاصفة الحرب ومش بسهولة لنحن نحصل عليه. طبعا خلينا نشوف مستوى 60. اليوم هجم لكم بالسترايكر على مستوى 60 مثل ما شفتوا بالعنوان. حنشوف سوا المستوى 60 أنا وأنتو. أوكي أصدقائي، هيدا هو المستوى 60. عنا هون مصنع الدبابات، عنا مهبط الهليكوبتر، وعنا الطيران الحربي. طبعا هول التلاتي علينا أن نتخلص منهم، هني هول التلاتي مشكلتنا بهالاستراتيجية. طبعا كمان عنا هالدفاع هو المشكلة، راجمي كمان مشكلة، بس كلهم حنتعامل معهم بطريقتنا. بداية هاجم هجمتين سريعين لحتى لي اخلص من المهبط الهليكوبتر ومن الطيران الحربي. خلينا نشوف كيف نحط هجوم. بنختار 3، فيكم تحطوها اذا بدكم تحكم آلي. اوكي بتحطوا انسحاب. اوكي مثل ما شايفين بعملنا 9 دقايق وثلاث هجمات. مثل ما شايفين هون كلفتني 3200 بالعادة بتكلفني اقل، ولكن انا مش عم جرب اقتصد بالنفط بهالهجمة، مش عم علمكم كيف تقتصدوا بالنفط، ولكن بس عم فرجيكم الاستراتيجية والفعالية. طبعا لما نركب لها القطع ونركب ونطورها هتقل تكلفة الهجوم كتير، يعني حتصير مثلا من 3000 حتصير ل 500 ل 600 ماكسيموم، ولكن عليكم ان تطوروها وتركبوا لها قطع. الهجمة التانية هاهجم بشكل سريع، هدمر الطيران الحربي. حطوا هجوم. طبعا حطيت هجوم انا، ولكن الانترنت عندي شوي
ضعيف. اوكي، حطيت هجوم لبين ما يرجع الانترنت. اوكي، اختيار الكل، نحط انصحاب. مثل ما شايفين تخلصنا من مهبط الهليكوبتر ومن الطيران الحربي. بعد عندنا مصنع الآليات، مصنع الدبابات هو العائق الوحيد من ناحية الحامية. طبعا هون ما خسرنا أبدا جيش. نحط هجوم، نحط اختيار الكل، ومنفوت مباشرة على مصنع الآليات. نجيب سترايكر لهيدي الراجمي. اوكي، وكل امورنا حاليا بالسليم، كله تمام. يعني شايفين الاولي مستوى واحد، وهيك مفعولة. فكيف اذا طورناها مثلا مستوى 10، مستوى 7؟ يعني حتكون آلية خرافية صراحة، ما بتوقفوا أبدا. يعني جيبوهم لهاي النقطة، لهاي النقطة بدلكم ماشيينهم كرمال هو الدفاعات ما يطلوكم. هون بس لهاي النقطة بتدمروا الحامية، طبعا بتدمروا هالدفاع، بتدمروا هالدفاع، و نجي نجيب 3 كمان او 2 موجودين، بندمر هاي الدفاعات، نرجع نردها بعد عن الألغام. انتبهوا الألغام هون كمان بتأثر كتير إذا ما انتبهتوا لهم وفتوا فيهم. يعني إذا فتوا هون بحقل الألغام تنعاد عليكم، يعطيكم العافية، راح جيشكم كله. أو إنه كتير بيصير في ضرر بالجيش. نعطي لهي النقطة ونحط انسحاب. طبعا أنا عندي هون بعد هجمي وحدي وأموري بالسليم لحديد هاللحظة. مثل ما شايفين متابعة، نحط إصلاح 2000. شايفين أنا لما دمرت الهليكوبتر كلفني 3000 الإصلاح، لما رجعت دمرتها وكلهم كلفني 2000، لأنه شوي كنت حب هيك اقتصد بالنفط، فهجمت بتكتيك أكتر. بينما لما هجمت على مصنع الهليكوبتر فيكم تقللوا من الإصلاح بخطوة بسيطة، يعني بتسرعوا شوي بعملية الهجوم، يعني هيك أشياء بسيطة بتخليكم إنه تقللوا بالإصلاح من الإصلاح. ولكن مثل ما حكينا نجيبهم لهون نقطة طبعا كرمال الراجمي، ولكن مثل ما حكينا عملية الإصلاح حتقل كتير لهي الآلية لما نحن نطورها لمستويات عالية ونركب لها قطع. أهم شيء القطع، القطع أهم من التطوير يا جماعة، القطع أهم من التطوير بحد ذاته. ولكن في قطع ما بتركب إلا إذا طورناها، بنجيبهم مباشرة لهي النقطة. فينا نجيب 3 وندمر الحين اللي فيها هون كمان. انا هون بقي عندي حط له دفاع جوي، مش مشكلة. كيف نجيبهم من هون؟ طبعا انتبهوا لحق الألغام، هيعملكم مشكلة. وهيك نكون دمرنا
المستوى بكل سهولة وبكل سلاسة مثل ما شايفين. برجع بذكركم بالنصيحة اللي نصحتكم إياها، إنه ما تجهزوا استراتيجية بهاي الآلية قبل ما تطوروها مستوى 2 و3 و4 وتركبوا لها قطع، لأنه حاليا حتكلفكم نفط زيادة، وكلنا بنعرف إنه النفط كتير منطول لحتى نحصل عليه وكتير منعاني لحتى نحصل عليه. لهيك انا عم بنصحكم ما تجربوا هالاستراتيجية حاليا، جربوها بس تطوروها وتشتغلوا على هالآلية بتركيب القطع. لهون بكون خلص الفيديو اصدقائي، بتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد.